السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. كما عودتكم كل يوم فيديو، صح هاد الايام راني شويه ما عنديش الوقت، عليها ندير لكم يوم بيوم، يوم ندير ويوم ما نديرش. باذن الله راح نرجع للريتم تاع كل يوم فيديو. المهم حبيباتي، ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو اذا عجبكم، واللي جديد معايا تشارك في القناه وتفعل الجرس. اما فضلا وليس امرا، عفوا. قبل كل شيء حبيت نوضح لكم على الفيديو اللي فات البنات، انا درت لكم عيد الربيع تاع اختي، باسكو كاينين بزاف اللي قالوا لي ديري لنا حوايج تاع العادات والتقاليد، ماذا بينا نعرفوا كل شيء. احنا ما شرطنا عليهم والو، ما قلنا لهم ني جيبوا لنا عيد ني اعطيونا سوارد ني جيبوا لنا حوايج ني والو، برك هما حبوا يفرحوا بعرستهم كل مناسبة هكا يجيبوا لها. هذا ما كان مثلا انا ما فهمي التراجلي ما عندهم شي ضربي ما جابوش، نورمال ما نشرح نقول لهم علاش ما جبتوش ولا على ما ديروا. هذا ما كان بابا ما شرط عليهم والو، يسمى هذا العادة تاعهم هما داروها هما باش هذا الهضره للناس اللي وحده تقول لي زيدوا ديروا لهم عيد الصيف وحده عيد الخريف، وليت مسخره فلاشان. المهم البنات، الفيديو تاع اليوم هو مجموعه الصابوات ولا كلاكيت اللي راح تديهم اختي في جهازها. دوماج هي شرات قبل الوقت، سما شراتهم الصيف اللي فات، عليها شويه خرجوا دي موديل جدد. هذا شراته من الجي، شراته ب 380، شوفوا هذا يليق مع دي غوب قنادر هكا تاع جوك ضياف ولا رايحه لابسه عرب ولا تلبسيه. هو كاين هذا ثاني شريت له سما لبسته اللي راح تلبسها معاه في الدار، هذا شريته 120. لي بري بزاف شريتهم غاليين، الله غالب، لازم العبد يتكلح ويتعلم الاخطاء تاعو، ماهيش مشكل. بون جا منا كيما البيجامات هذوك اللي يجيو رطب، ومنا طري. شريت ثاني هذا تاع غوتشي اللي كامل تعرفوه الموديل هذا، كامل نورمالمون شريتو 60,000 وحنا عندنا لهنا يدير 45,000. هذا الكلاكيت الثاني كانت سوا 100,000، برك راهم 75 اللي خرجوهم جدد ما عجبونيش، جات لا سومال تاعهم عريضة وفيها منا بريون ما عجبتنيش. هذه حلوة باهية، نحطها لهنا. شريت ثاني هذه تاع لي بونبون، هذه ثاني شريتها 95,000، برسك شريتهم كامل من الجزائر. هاهي كيما قلت هذا تاع السياق، هذا شريته 65,000، انا لقيتو هذيك النهار ب 40,000، خفيف و فيه هذا البات قا. هاد لا صندال اللي قلت لكم لبستها في الخطبه تاعي، بزاف قالوا لي ما جاتش مليحه، بصح هي بانت غير هكا، هذا كل ما بانش عليها لبستها. هذه شريتها ب 480، باسكو بزاف سقساوني عليها، عليها حبيت نديرها لكم. ها هي منا تتربط بالخيط، ومنا جات ترونسبارونت، وكي تلبسيها مريحه بزاف بزاف بزاف. شريت ثاني هذه كي شريتها كانوا ديجا كي غير وين خرجوا، دركا راهم صاي. شريتها 380 نورمالمون، شريتها من عند هذاك ايطاليان شوز، هذاك راهو هنا في البيضة، بصح دركا صاي خرجوا دي موديل بزاف بزاف. بون كيما شفتوا راح نزيد نعطيكم.
كاين ثاني هذا اللي بزاف سألتوني عليه، شوفوا هذا جابوه لها في الفاتحة، مام مشراتوش هي معاه لا بوشيت تاعو. راح نعت لكم لي بوشيت بعد ما نكمل الأحذية. وجابوا لها ثاني هذا اللي تلبسوه مع لونسومبل. كيما راكم تشوفوا البنات، هكا كملنا الأحذية. دركا راح نعطيكم لي بوشيت. شريت هذه من ألجي، شريتها 260 ألف. تقدري تتحل هكا مع ال توليان ساك، فيه منا سبت لكم هاي السبتة تاعو. كيما تقدري تهزيه بوشيت بهذا الشكل، البلون تاعها فوتوكوبي على هذا. شحال كي جابوا لها الفاتحة قلنا غوزمون ما جابوه لهاش في البلون. فوتوكوبي هي شريته ب 480 من ألجي، وهما جابوه لها في الدوغي مع هذاك الصباط اهو. نجمي تلبس السبتة، دوماج لهنا البريم ما كانش قطعوه. يتلبس مع السبتة تاعو هذه توب. وثاني هذا الصباط من ناجا، جوغ دان ومنا جلد، كيف كيف في البوشيت تاعو منا دان ومنا جلد، شوية كبيرة وواسعة كما راكم تشوفوا. هز السبتة تاعها من هنا، نعطيكم شوفوا كيف كيف هذا، ما نعرفش البري تاعو. كما قلت لكم هذا في البلون، في ارجي تباع توت لي كولور ب 480. راح نزيد نعطيكم الاخر اللي جابوه باش اللي ما شافش. هذا ساك اللي جابوه لها في العيد، عيد الربيع اللي درتو عليه حاله. اذا حبيتوا تشوفوا صباط وشوفوا الفيديو تاع عيد الربيع، باسكو صباط معمل شويه بركه. المهم حبيباتي، نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم الحوايج تاع اختي. واذا حبيتوا تشوفوا الفراش تاعها ما عليكم غير تخليوا لي في تعليق. وسمحوا لي البنات، عندي مشكل في الفيسبوك عليها مانيش نريبوندي عليكم في لي ميساج. وش حنقول لكم، اللي حابه اي حاجه تخلي لي في تعليق، اللي حبت نشارك معاها حوايج اختي ولا حوايجي ولا تخلي لي. ذهب الفيديو حطيته عاود نحيته خلاص، باسكو بزاف يهضروا بزاف، سمحوا لي. مي كاينين عباد تحسيهم يحسدوا. انا شفت عباد بزاف داروا ذهب من راسهم لرجليهم، حاشاكم واحد ما هضر معاهم. مي انا شويه حاجات انتقدوني بزاف، وحده تقول لي بنت وزير وحده بنت رئيس. المهم نقولهم ربي يهديكم. انا هضرتكم كما يقولوا داخله من خارجه، من يهموني البنات اللي رام يشجعوا فيا، رام كي خواتاتي. اي حاجه يحبوها نعاونهم فيها، اي حاجه نحبها على بالي ينصحوني، باسكو بزاف اللي قاعدين ينصحوا فيا في الانستغرام في الاخر في الفيسبوك. كثر خيركم البنات، ربي يخليكم ليا ويخليني ليكم. نتمنى تطلعوا القناه تشاركوها لصديقاتكم باش تكبر عائلة الجوهرة، ونطور لكم في المنتوج على القناة، تسمى لا كاليتي ديماج تاعي تولي تتبدل، الحوايج نعود نجيب لكم حوايج ملاح، مواضيع مهمة جدا هكا باش
نولي عائلة كبيرة. المهم حبيباتي، نتلاقاو في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.